رومي أسود موجودة معنا اليوم، مديرة مؤسسة يارقة Glimpse of a Future، مشروع عم بيكون على السوشيال ميديا رح تخبرنا عنه أكثر. أهلا وسهلا فيك رومي. ميرسي ميرسي كاتيا. خلينا نتعرف بالأول على مؤسسة يارقة. So, مؤسسة يارقة هي مؤسسة اجتماعية ثقافية بتشتغل مع الفنانين بمجال الرقص والحركة الإبداعية، والهدف تبعنا هي توصيل هالمهارات الغنية يلي كتير أوقات محصورة على خشبة المسرح لجمهور أوسع، نخلق مجالات عامة لهالفنانين ولإلنا، ونقدر نأثر بحياة العالم بحياتهم المهنية الشخصية العلاقات بيناتهم. يعني أيمتى تأسست هالمؤسسة؟ من 6 سنين تقريبا. سنكون 6 سنين عم تشتغلوا بهالطريقة وبهالإطار وعبر السوشيال ميديا. مش بس بالسوشيال ميديا كرأس، يعني نحن بالعكس لأن التجارب الشخصية كتير كتير مهمة، وبخلال هيدي الكورونا اكزاكتلي هون تحولنا فعلا للسوشيال ميديا وللأونلاين، وكانت تجربة جديدة لأنه كنا عم نفكر طب كيف فينا نخلق بروجكت اونلاين، كيف فينا نرقص او نوصل هالتجربه اونلاين، يعني اللي هي كان سؤال كل الفنانين عم يطرحوا مش بس بلبنان، يعني all over the world basically. كيف فينا نكمل نعيش، بدنا نكمل نعمل كل شيء منهم الرقص. Glimpse of a Future شو عم بيكون بالتحديد؟ يعني رح نشوف فيديوز بعد شوي، كيف عم بتبلش الفكره لتوصل لفيديو من هالنوع؟ So Glimpse of Future بلشت وقتها مع الحجر، كانت أول مرة، تاني مرة بخلال أقل من سنة نحن كلبنانيين نرجع على البيت ونشتغل من البيت. أول مرة كانت مع الثورة، بقى لقينا حالنا قلنا يلا ما جمعتين ثلاثة وبيمشي الحال. بعدين صرنا عم تطول القصة، صرنا نحن كفريق، نحن كلنا يا هواة رقص يا راقصين يا بنشتغل بالحركة والجسم، لقينا حالنا عم نسأل حالنا طب كيف ما نكمل، وكل هالأسئلة وطروحات اللي عم نسألها عرفتي، والخوف بكرة شو بكرة شو اكزاكتلي. من هون بلشت الفكرة انه المشروع كان تحت فكرة ري ايماجن، نتصور من جديد هالمستقبل اللي جاي، نحلم من جديد نجرب نحلم من جديد. وهالمرة ما كنا عم نفكر بس كلبنانية، عم نحكي all over the world. بقى الفكرة كانت انه اذا جربنا نتصور ونجسد، مش بس نتصور، نجسد ونحط على ورقة وقلم هدول الأفكار والأسئلة اللي عم نطرحها، ونجرب نخلق هالعالم اللي عم نتخيله لقدام، كيف فيه يكون، شو منحس، كيف شكله، كيف لونه، شو ريحته. بقى هون اشتغلنا مع فنانين على 3 مراحل. أول مرحلة اخترنا أفراد بيكتبوا، بركي مش بس شغلتهم البروفيشنال أنهم يكتبوا، بس أشخاص بيحبوا أنه يعبروا أفكارهم على الورق. Exactly. طلبنا من 8 أشخاص من different backgrounds، therapist, blogger, writer and even tourism expert. طلبنا منهم يكتبوا كيف بيتصوروا هالfuture would look like. استلمنا هذا التكست ورجعنا رحنا عند رأسين من كل العالم. كان عنا حدا من أمريكا، كان عنا حدا من تونس عايش بفرنسا، كان حدا من إيران، حدا من لبنان، من كل العالم، ومن أكيد كان في أكتريتهم لبنانية. والهدف هي كانت نسألهم طب أنتوا كيف يعني هيدا الفيوتشر اللي استلمتوه أنتوا كيف تتخيلوا؟ وعملوا عملية أنه صوروا حالهم ببيتهم، أنه كل حدا يعني كان ببيته حالهم بالمستقبل وشافوا كيف معقول يكون. Exactly. مثلا هذا المستقبل في يكون عرفت عبارة عن حركة جسم، عبارة عن كيف شكل الأوضة. So, كل حدا صور حاله هو، نحن ما دخلنا بعملية التصوير وكيف شاف هذا الشيء، صوروا ببيتهم وبعثوا لنا كمان. نحن سلمنا مع فريق التصوير اللي معنا بيارقة، سلمنا هالتكست وهالصور وركبنا منهم هذا الفيلم. اللي صار انه هالاشخاص ما كانوا بيعرفوا بعضهم، دو كانت فعلا عملية كولابوريشن، العالم ما بيعرفوا بعضها from all over the world. ركبنا اجزاء لبالاخر صار عنا one future. خلينا نشوف اكزامبل على اكيد. نشوف الفيديو. رفيقتي مرة قالت لي كان بدي شوف العالم فسكرت عيوني. حاليا كلنا مسكرين عيوننا وما عنا خيار تاني، سكرنا عيوننا بس بلشنا نقشع عن جد، سكرنا عيوننا والألوان يلي طول عمرها هي ذاتها فتحت وضحت
حلوت. سكرنا عيوننا وأخذنا نفس عميق ولأول مرة ما اختنقنا. ويا ويلي شو عرفنا قيمة الرفيق بس من غمرة انحرمنا. كنا نسكر عيوننا ونخاف من العتمة، هلأ فكرة افتح عيني هي اللي بتخوفنا. سكرنا عيوننا والكون كمان وقف للحظة يسأل عغيب الإنسان. بس ما طول وقفته، كمل مثل الساعة لأن هو الأساس ومستضيفنا بقناعة. مستقبلنا مش معروف بس كل شي تغير. قولكن بس يرجعوا لضيوف حيضل كل شي مغير. سكرنا عيوننا كفاية، افتحوا. حلو. التعبير شغلي كتير مهمة بظروفنا الحالية. نحن ظروفنا مش بس كورونا، عنا ظروف كمان استثنائية. يعني رح نقول انه ايه شو بدنا نطعمينا خبز فيديو من هالنوع، رح يخلينا نكون عم نعبر عن حالنا. عم نحكي اليوم كتير عن الموضوع النفسي اللي ما بنقدر نعمل شيء بالظروف الراهنة الا انه نحافظ على نفسيتنا، نحافظ على الحلم تبعنا، ونحافظ على قدرة المواجهة يلي فيها تختفي وتخلينا نستسلم. هيدا كمان نوع من المواجهة بالنسبة لنا؟ يس، لأنه هيدا نوع من أول شيء بمجرد ما تجسدي شغلة مثل كأنك عطيتيها باور أكتر، كأنك قلتي هيدا موجودة. بمجرد ما أنت جربت تتخيلي هيدا المستقبل تبعك وعطيتيه هيدا الشكل، أعطيتي حالك مجال أكتر تقولي هذا أنا هيدا اللي بدي إياه، يعني قربتي أكتر على الحقيقة. وبالنسبة للجمهور يلي عم يحضر هالحقيقة إذا بديك، بس يلاقي إنه في حدا تاني بيشاركه هيدي النظرة، حدا تاني هالقربة بيناتهم، يعني عرفتي بيشوفوا هالقربة، بيشوفوا منهم لحالهم، وهذا فعلا اللي صار يعني. ونحن بالفيديوز اللي عملناهم ما جربنا نكون بوزيتيف، كل حدا جرب يكون عن جد أوثنتك اللي هو قادر يتخيله، لأنه كان في عنا من الفلومة كانوا اللي بيفرجوا نوع من خوف، نوع من anxiety على شو حيكون هذا الفيوتشر، وفي عالم بس شفتها ارتاحت حسيت أنه أنا مني الوحيدة. كيف نقيتوا الأفلام ولا كل الأفلام اللي عم توصلكم عم تنعرض على السوشيال ميديا؟ نحن صراحة لا، نحن اخترنا الأشخاص اللي كان بدنا نشتغل معهم فردا فردا. حكينا معهم، كانت عملية كولابريشن فعليا يعني، أخذتنا شهرين ثلاثة تركبنا تشتغلنا مع كل شخص، مع كل بير يعني، كل فكرة يعني كان عم ينشغل عليها قبل. مزبوط مزبوط. يعني اللي بيصير انه نحن اتصلنا بالرايتر بيرجع بالدانسر بيرجع وصل لعنا، هيدا البروسس كلها صارت على كل فيلم، كله عبر السوشيال ميديا. هذا الشغل كله عبر السوشيال ميديا، كله من بيوتنا، حتى الفريق نحن ما كنا بالمكتب، كل واحد كان من بيته. بقى كانت كمان صراحه للفنانين الراقصين كانت كمان نوع من هوب لهم، هن انه كيف فينا نخلق من خلال السوشيال ميديا، لانه السوشيال ميديا اكثر شيء نحن بنعتمدها للكوميونيكيشن، لل بسموها ديسيمينيشن. بس للدانسرز انه تخلق شيء يعني الاونلاين صعبه، عرفت الجسم منه موجود، منك موجود بنفس المساحه ومنك بنفس القربه مع الشخص اللي عم تخلقي معه. بقى كانت عن جد تجربه لهم هن كمان، عطيت اي فيل يعني هذا اللي نحن وصلت لنا على كل حال هوب انه فينا نكمل، فينا نسابر. هو هيدا الوقت الفاضي، وقت الفراغ يلي بيقدر كتير يشدنا لتحت، هيدا اللي لازم نعبيه. عم تجربوا تعبوه بقدر الامكان. كمان فيديو تاني. We sit together in our home, overlooking the sea. It's quiet. Isolation made you fear silence.
I tell you stories. I tell you stories of how we survived, of how our love grew in a time when nothing was growing, of how you dug deep into my emotions and made me realize I loved you. I love you. We sit together in our home overlooking the sea. There was a time when we couldn't see the horizon. We couldn't see a world where we could live again, touch again. Now every morning begins with a touch. On the hand, on the lips, on the shoulder. We sit together in our home, overlooking the sea. Hands intertwined, unwilling to separate. Filling a space that no force majeure will ever create again. We stare out into the endless possibilities ahead. بياخدونا هالافلام مثلا بلكي الناس بحاجه ان تلاقي المحل هيك اللي فيه سلام داخلها هيك في مساعده هون. هون عم نشوف الراقصين هن امريكيين مزبوط. يعني كانت العلاقه من هون لهونيك لانه الكاتب من لبنان. كاتب من لبنان او ماي هابينس بلوجر بلبنان الدانسرز وايف اند هازبند بامريكا امريكان الي صار في كمان هالعلاقات يلي ما كانت موجوده مزبوط. هيدي هي يعني اللي صار انه عن جد الكولابوريشن يعني نحن اعتبرنا بهالاوقات اكثر وقت نحن لازم نتعاون. كولابوريشن از فيري امبورتنت لنقدر عن جد نتساعد ونروح ننتقل لقدام. اول فيديو كان لكان تونسي الراقص تونسي عايش كمان موبيليه بفرنسا مع كاتبه هي ممثله وبتغني ساره عبده من لبنان. فكمان هون اللقاء عبر السوشيال ميديا لقاء بس مش ناشف بالعكس لقاء كتير كتير فيه من القرب فيه من العاطفة والفن طبعا بيجمع بطريقة مميزة. فيني أقول لك بس شغلة صغيرة هون مثلا في أوقات كان الكاتب يكتب شيء بس يجي الرئيس يحولها لطريقة معينة بس يرجعوا نحطهم بسلة مع بعضهم يجي يقولوا كنت عم فكر بنفس الشيء كنت عم بتخيل هيدا المنظر قدامي وانت وصلت ليها او تاني يقول انا حسيت حالي بعرفك حسيت حالي بنعرف بعض. هودي الفيديوز نزلوا على السوشيال ميديا هولي نزلوا على السوشيال ميديا نحن عنا 8 6 لهلا نازلين كل نهار جمعه بننزل فيلم كل جمعه هي عباره عن كولابوريشن بنعرف عن الرايتر الموفر وبالاخر الفيديو بيطلع نهار الجمعه. هالجمعه عنا لرايتر لبنانيه عايشه بفرنسا سينتيا دريان مع كوريوغرافر لبنانيه اليس مسابكي نهار الجمعه وجمعه الجاي عنا رايتر سوري أسامة النوري مع دانسر لبنانية ريم نعماني. حلو. مين بيشتغل معك بيارقة؟ أنتو يعني شو اختصاصاتكم بالأصل حتى لي؟ سو نحن مجموعة كتير إذا بدك دايفرس عنا كلنا منرقص مثل أنا جاد سيلين نحن دارسين الرقص بس كمان اشتغلنا ديزاينرز اشتغلنا سوشيال سايكولوجيست في عنا رايترز جرافيك ديزاينرز مصورين نحن إذا بدك كلنا منجي من هذا الباكراوند الرقص والحركة الإبداعية بس كمان منجيب معها بزنس تينكينج ديزاين تينكينج يس
يعني اللقاء نشوف شو لشو بيأدي. وطبعا الفن أمر كتير ضروري وحيوي بحياتنا خاصة بالأزمات. أبدا الفن منه لوكس بالأزمات، هو يلي بيخلي الشعوب بتكون عم بتضاين لتقدر عم تتفوش الباوندريز، عم تتفوش الباوندريز. نجرب نفرج شيء، نطلع العالم من مطرح ما هن، بركي بتساعد نرجع نجيب شيء جديد على حياتنا. رومي أسود أهلا وسهلا فيك، مدير مؤسسة يرقة، شكرا لوجودك. Glimpse of Future إذا نتابعوه كل نهار جمعة على السوشيال ميديا. وقفي ونرجع نتابع.